موضوعنا النهاردة عن ازاي اعمل تعليقات مجهولة الهوية في جروبات الفيسبوك. تابع معي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي، قناة ياسمين عاشور. النهاردة هقولك ازاي تعمل تعليقات مجهولة الهوية في جروبات الفيسبوك. بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده، لو مرة تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا الفيديو طلب مني كتير جدا، وانا تأخيري على الفيديو ان للأسف الميزة مش متاحة عندي، يعني الميزة زي ما انتم شايفين كده، لكن انا يعني بحثت عن الموضوع ده، وطبعا هي الميزة مش متاح، بس بحثت عن الموضوع ده وهقولك ازاي ان انت تعمل تعليقات مجهولة الهوية. طبعا الميزة متاحة في حسابات مش في كل الحسابات، يعني ممكن انت تلاقيها مش عندك، حساب تاني يظهر فيه الميزة دي، مفيش اي مشكلة. طيب انا تواصلت مع الدعم والدعم لسه مردش علي، لو رد علي وبقت الميزة متاحة في الفيسبوك انا هقولك تعمل ايه عشان تخليها متاحة. اما بقى الحسابات اللي عندهم الميزة ومش عارفين يستخدموها انا هقولك تعملها ازاي. طبعا في سكرينات انا هسيبها لكم دلوقتي على الشاشه، هقولك ان ازاي ان انت تضيف تعليقات مجهوله الهويه. طبعا زي ما انتم شايفين هتيجي تعمل تعليق، الناس بقى المتاح عندها الميزه بتلاقي السهم كده زي رقم 7 كده، بتضغط عليه. لما بتضغط عليه طبعا السهم زي ما انتم شايفين انا واخداها سكرين من على الفيسبوك والله، لان الميزه مش متاحه عندي لسه. فطبعا بعد ما تاخد ما تضغط على السهم اللي ظاهر لك ده تبقى زي علامة 7 جنب الصورة كده وانت بتعمل تعليقات على الجروب، لما بتضغط عليها بيجي لك بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، بيقولك يمكنك التعليق والتفاعل مع هذا المنشور دون مشاركة اسمك وصورة ملفك الشخصي مع الأعضاء. بعدين بتفعل عضو مجهول الهوية اللي بتبقى تحت، عضو مجهول الهوية ببدأ ان انا اضغط على الدايرة اللي جنبها كده انا بفعلها، وبعدين بكتب التعليق بتاعي مفيش أي مشكلة، وبعدين برسل التعليق، يعني بضيف التعليق للمنشور بتاعي أو أي منشور على الجروب بكل سهولة. يبقى انت نشرت تعليق مجهول هوية على الجروب ده، بس تكون الميزة متاحة عندك. ان شاء الله قريب جدا هنعمل حل مشكلة الاختفاء الميزة دي في حسابك، فان شاء الله انتظروا مني فيديو عن تفعيل الميزة دي وبس كده. ياريت تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.